من الشرق الأوسط الجنرال المتقاعد جيف ماكوزلاند، أهلا بك. هل في تقديرك واشنطن وموسكو اتفقتا فعلا على الآلية التي يمكن عبرها إنجاح مؤتمر جنيف 2، وهل وضعت الأزمة السورية على سكة الحل السياسي اليوم عمليا؟ مع الأسف لا، أعتقد أن واشنطن وموسكو لديهما اتفاق واسع حول الخطوط العامة الذي أدى إلى هذا المؤتمر، ولكن هناك اختلافات جادة بين روسيا وأمريكا. ربما تطرقت إلى أحد هذه الخلافات، وهي أن أمريكا غير مستعدة لمشاركة إيران، بينما روسيا تعتقد أن هذا مهم جدا. ونحن جميعا نعرف أن روسيا قالت أن الحكومة الانتقالية لا يزال يمكن أن تشمل الرئيس الأسد كرئيس لسوريا، بينما السيد كيري أوضح بجلاء أن أمريكا تعتبر السيد الأسد غير قابل على الاشتراك في الحكومة الانتقالية. إذن هناك اتفاق على المفاوضات، ولكن اختلافات جادة حول الخطوط العامة للحل. يجب أن نعطي أو نعزو الفضل لحقيقة إزاحة الأسلحة الكيميائية السورية من سوريا وتدميرها، وهذا الاتفاق تم التوصل إليه بين روسيا وأمريكا، وهو خطوة هامة إلى الأمام، ولكنه لا يحقق شيئا لإنهاء هذا النزاع الذي كلف 90,000 قتيل حتى الآن. نعم، واشنطن برأيك يعني هل هناك اتفاق مع موسكو على بعض الجزئيات وخلاف على جزئيات أخرى؟ تحدثت عن موضوع مصير الأسد وموضوع الخلاف طبعا حول تفسير جنيف 1، ولكن فيما يتعلق بالعمليات الإجرائية للمؤتمر، بمعنى أنه إذا وصل الوفدان المفاوضان إلى تلاسن أو صدام أو حائط مسدود من الجلسة الأولى، هل واشنطن وموسكو متفقتان على الخطوة التالية لاستكمال المفاوضات وعدم ذهاب كل وفد إلى بلد أو عدم مغادرة الوفود؟ هناك اتفاق على ضرورة وجود عملية تؤدي مع الوقت إلى تسوية سياسية. نحن نعرف أن الحل العسكري غير ممكن، وكما أشار عدة متحدثين هناك تهديد للمنطقة من جانب هذا النزاع. وأعتقد أن ما سيفرزه جنيف 2 هو ربما جنيف 3 وجنيف 4 في الوقت الذي تتحرك فيه العملية بطريقة بطيئة. وأفضل شيء يمكن أن يتحقق هو أن روسيا وأمريكا ربما تتفقان على إجراءات لبناء الثقة بين الطرفين، بعض الاتفاقيات بشأن فتح مسارات لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحاصرين، وأيضا وضع هذا النزاع على رأس أولويات المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والإدراك بوجوب التوصل إلى حل. وبصراحة أيضا هذا يشير إلى بعض الفظائع التي ارتكبتها الحكومة السورية، وخاصة ما أظهرته الصور الأخيرة، وأيضا فظائع ارتكبتها عناصر من المتمردين. ونأمل أنه من خلال توجيه الانتباه أن مثل هذه الحالات لن تحدث في المستقبل، وتكون هناك محاسبة للمذنبين. دكتور رضوان زيادي، في جنيف إلى أي مدى الخطابات هي خطابات يعني تشكل المواقف النهائية للطرفين؟ بمعنى أن البعض قد يسأل أنه إذا كانت هذه فعلا ثوابت لدى كل من الطرفين، فلما ذهبا إلى جنيف؟ لأن تمسك كليهما بشروط وشروط مضادة، وتحديدا فيما يتعلق بمصير الأسد، قد يفجر المؤتمر من الجلسة الأولى. يعني هناك تخوفين رئيسيين. التخوف الأول أن يتحول هذا المؤتمر إلى مهرجان شبيه بمؤتمرات أصدقاء الشعب السوري، التي هي احتفالات خطابية بعضها ينفض الجمع ولا يحدث أي شيء. ليس هناك آلية عمل، ليس هناك عمليا خطة من أجل دعم وإنهاء النزاع أو لدعم المعارضة وتحقيق نصر الثورة السورية كما تدعي مؤتمرات أصدقاء الشعب السوري.
نعم، ولكن هذا مختلف، هم ذاهبون إلى تفاوض وهناك طرف من النظام، ويعني ليس هناك توجه إلا شعار الحل السياسي. يعني موسكو لن تسمح بما تتحدث عنه أنت الآن، انتصار الثورة السورية مثلا، وواشنطن في المقابل تتحدث عن رفض بقاء الأسد، وموسكو ربما تتمسك بالأسد. يعني هل برأيك ثمة ثغرات قد ينفذ منها المفاوضون أو رعاة المفاوضات حتى يمكن التقدم في هذا المجال تحديدا؟ يعني فقط إذا سمحت لي أن أكمل، أنا قلت أنه شبيهة بمؤتمرات أصدقاء الشعب السوري، بمعنى انعدام الالتزام الدولي بالقضية السورية. نلحظ أنه اهتمام واشنطن على سبيل المثال بالقضية السورية هو في أدنى مستوياته، يتعامل مع الأزمة السورية كأنه بلد يحتاج إلى مساعدات، كل ما تشتد الأزمة والضغوط على الإدارة الأمريكية فإنه يزيد حجم المساعدات المادية إلى اللاجئين وما إلى ذلك. وبالتالي هل سوف يخلق مؤتمر جنيف الأول الالتزام الدولي الحقيقي بين كل الأطراف الدولية وعلى رأسها روسيا والولايات المتحدة في إيجاد حل سريع لهذه المعاناة الإنسانية التي بلغت أرقاما طبعا لا مثيل لها في التاريخ، وأزمة لا مثيل لها؟ هذا هو السؤال الذي عانيته. نعم، بمعنى يعني تتحدث عن أنه يجب على واشنطن أن تتدخل في حال وصول إلى طريق مسدود وتجبر النظام أو تهدده أو ماذا تحديدا؟ هذا طبعا يجب أن يكون هناك خطة ب فيما يتعلق لو فشل جنيف. تباعد خطاب الطرفين من خلال خطاب وزير المعلم وزير الأسد وأيضا الجعفري مندوب الأسد، نلحظ طبعا أن هناك لهجة شوفينية تتكرر باستمرار من التأكيد والتكرار أن الإرهاب، وكأن مقتل 150 ألف يعني اجتمع كل إرهابيي العالم على مدى التاريخ في سوريا. أعتقد أنه هذا النوع من الخطاب كان منبوذا للغاية اليوم. بكل الأحوال يعني نتيجة اليوم كانت محصلة إيجابية لدعم خطاب الثورة ومطالبها في التخلص من الأسد والانتقال. طيب، ما أكدت عليه المعارضة بشكل رئيسي أنه يجب الانتقال، أنه توقيع اتفاق جنيف الأول، هذا ما رفض المعلم التوقيع عليه، وبالتالي هناك إطار للحل السياسي من خلال اتفاق جنيف الأول. المعارضة تصر عليه وتحترم وتقبله، لكن ليس هناك احترام من قبل نظام الأسد. طيب، دعنا أنقل هذه النقطة لدكتور زهير سالم، أستاذ زهير سالم في لندن. يعني من كلمة رئيس الائتلاف السيد أحمد الجربة يقول إن أي حديث عن بقاء الأسد بأي صورة من الصور في السلطة هو خروج بجنيف 2 عن مساره. لذلك يضيف السيد الجربة، نشدد على أننا لسنا بوارد مناقشة أي أمر في عملية التفاوض قبل البت الكامل بهذه التفاصيل وفق إطار زمني محدد ومحدود سنقدمه ونقدم مصوغاته الظرفية والسياسية في أول جلسة للمفاوضات. انتهى الاقتباس. إذن سيد سالم يعني يقول رئيس الائتلاف أنه لن يناقش أي أمر إن لم تحسم مسألة عدم بقاء الأسد في السلطة، وهذا يبدو مستحيلا بالنسبة إلى الوفد السوري وإلى روسيا حتى. هل ترى في ذلك يعني فشلا مسبقا للمؤتمر أم ماذا؟ دعني ابتداء أعطي ثلاث ملاحظات على مداخلات الأصدقاء من المختلفة. أولا أريد أن أقول بأن إيران لم تستبعد من المؤتمر، وإنما هي أبعدت نفسها برفضها مبدئية جنيف 1، وهي التي أصرت على ذلك فأخرجت نفسها من المؤتمر. هذا واحد. ثانيا أنا أريد تشبيه الوضع السوري بالوضع اللبناني، مع الاحترام لكل ما جرى في لبنان والتعاطف معه، فيه مبالغة أو فيه عدم دقة الحقيقة، وليس مبالغة. الوضع السوري يختلف تماما. في لبنان قوى مجتمعية متوازنة تقريبا من حيث الكم، أما في سوريا وحدها هناك أقلية صغيرة جدا تطغى على أقلية، يعني أقلية على أكثرية، أقلية 7% من تعداد السكان تتحكم ب يعني 90% من سكان سوريا وبطريقه مهينه ومذله، وعلى مدى 40 سنه فعلت بالسوريين كما فعلت باللبنانيين الذين كانوا يتشكون مما كان يسومهم اياه ما في عنجر القائم بامر حافظ الاسد وبشار الاسد من بعد. النقطه الثالثه، نعم هناك تشرذم في المعارضه
وهناك انقسام شديد، وهذا يؤثر سلبا على أكثر من محور، ولكنني أجده في هذا السياق الذي نحن فيه الآن هو نقطة قوة، وقد أبدى ثمراته عندما ضغطت المعارضة، عندما ضغط القسم الذاهب إلى جنيف من المعارضة ضد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة. الآن أريد أن أعود إلى سؤالك حول يعني القراءة المستقبلية لهذا المؤتمر، إلى أين يمكن أن يذهب حسب خطاب السيد الجربة. هذا الخطاب الذي تقدم به السيد الجربة والكلام الذي تفضل به الأخ رضوان زيادة منذ قليل، هذه نقطة جوهرية. نحن لا نريد أن ندخل في الفروع، كل المعارضة السورية مجمعة أو الذين يؤمنون بالتفاوض مجمعون على هذا. هناك مشكلات كثيرة، نعم، الهيئة الانتقالية ذات الصلاحيات الكاملة هي المؤهلة وحدها بأن تتفرغ لمعالجة كل الفروع، لذلك النقطة الأولى والحاسمة هي عملية انتقال السلطة إلى هذه الهيئة الانتقالية الوطنية السورية التي يجب أن تعبر عن كل مكونات المجتمع السوري. الثورة لم تكن في أي لحظة من اللحظات إقصائية، الثورة لم تكن في أي لحظة من اللحظات طائفية. نحن نعم نريد هيئة انتقالية تعبر عن الجميع، لا نريد أن نقصي لا علويا ولا مسيحيا ولا درزيا، نريد أن يكون الجميع موجودون في هذه الهيئة. بشار الأسد قولا واحدا، وهذا وافق عليه أكثر المتحدثين تقريبا قولا واحدا خارج قوس من هذه المعادلة، سيصر الشعب السوري على أن يكون أمام قوس محكمة، لكن هذا الأمر سيترك الآن في جنيف. الهيئة الانتقالية ستتفرغ فيما بعد وعلى مدى مفتوح لمعالجة كل مشكلات الشعب السوري التي نتجت عن سوء تعامل بشار الأسد مع مطالب وطنية صغيرة جدا أشار إليها كل المتحدثين. أطفال خرجوا في درعا، طيب، ثم شعب تبعهم يطالبون بالإصلاح البسيط التدريجي. نعم، بعد فاصل نستمع إلى رد أمين قموري من بيروت حول مسائل عدة طرحت، وأيضا نستكمل البحث مع سائر ضيوف، تابعونا بعد قليل.